بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشهد حقلنا الكهرومغناطيسي اليوم تشوهات جد قوية في خطوطه وتكسرات شديدة في القوس الصاد أو حزام فان آلن، الدرع الذي يحمينا من الإشعاعات الكونية. فكما ترون في الصورة، فالقوة الضاربة له تأتي معاكسة للرياح الشمسية وتدفع به للخارج وتخلق في خط القوس هذا التشوه القوي، وذلك بعد أن التفت حول الأرض والشمس كذلك. أما قبل الالتفاف فهي تلغي القوس الصاد من الجانبين بشدة قوتها لتجد السبيل للالتفاف من خلف الأرض، وتظهر لنا هذه القوة باللون الأخضر الذي تشوبه حمرة وصفرة بسبب هذه الطاقة التي تصل إلى طبقة الأيونوسفير، والتي تمثلها هذه الدائرة البيضاء المتقطعة. أما بالنسبة للرياح الشمسية فهي متوسطة وفي حدود ما بين 500 إلى 700 كيلومتر ثانية، كما يظهر لنا هنا في رسم سرعة الرياح الشمسية الذي يظهر أمامنا. وهذه الطاقة الدخيلة تظهر أيضا على خريطة الأيونوسفير باللون الأبيض، وهو شحن جد متطرف يعم بقاع كثيرة حول العالم. وكما نلاحظ فلا يخلو يوم دون وجود اللون الأبيض، أي الشحن المتطرف على الخريطة الأيونية، خلافا لما كنا نشهده من قبل عبر سنين ماضية. مثل هذا اللون الأبيض لا نشهده إلا نادرا، ثم بدأ في الظهور تدريجيا، والآن أصبح بشكل يومي، ثم يليه قوة اللون الأسود، فالأزرق، ثم الأحمر، فالأصفر، وأخيرا الأخضر، الذي يعتبر الحالة الطبيعية لهذه الطبقة. نبض الأرض كذلك، رنين شومان يوضح لنا هذه الطاقة الدخيلة عبر ارتفاعات تجاوزت 30 هرتز بشكل شبه يومي مستمر منذ يوم 12 إلى حدود الساعة 6 صباحا من يوم 14. و30 هرتز ليس بالشيء الهين، فالحالة الطبيعية لتردد الأرض هو 8.7 هرتز، وحين نتجاوزه بأضعاف مثل ما نراه الآن فهذا يدل على قوة شحن جد متطرفة تعطينا ما نراه من شدود مناخي وزلازل وبراكين وأعاصير، أعاصير كالتي تضرب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وصل عددها إلى 6 أعاصير تضرب ولاية الجنوب الشرقي بأمريكا، حيث تم إعلان حالة الطوارئ في أتلانتا وألاباما وغيرها من الولايات بسبب هذا الإعصار وهذه الأعاصير الشديدة، التي حيث تم قطع الكهرباء على ما يقارب 100,000 شخص، وخلف دمارا لا يستهان به في طريقه. بينما ولاية كاليفورنيا تشهد فيضانات كارثية، أحياء تحت الماء وأضرار كبيرة في البنية التحتية وأحياء غارقة بمعنى الكلمة، الأحياء تحت الماء كما يظهر لنا في الصور. وكذلك تم تسجيل إعصار قمعي، وذلك منذ أيام، في منطقة ضباء شمال تبوك بالعربية السعودية، وعاصفة رملية ضخمة تضرب الأرجنتين، وهذا أيضا مخالف لما كنا نراه سابقا، فهذا يعتبر تطرف، لأن العواصف الرملية والترابية كنا نشهدها تضرب مناطق صحراوية وليست الأرجنتين. ويتساءل أحد الإخوان حول كيفية معرفة أوقات الخسوف والكسوف، فإن علماء الفلك من خلال معرفتهم بحركة الأرض والقمر والشمس يعرفون تماما أوقات الخسوف وأوقات الكسوف،
أو بأي المناطق سيقع ظل القمر على الأرض الذي هو كسوف، أو رؤية ظل الأرض على القمر أي خسوف، فقط يلزمنا معرفة تصارع القمر والأرض المنتظمين والمسافة الحقيقية في إهليليجية المدار القمري حول الأرض، وبالتالي معرفة زمن الاصطفاف على نسق واحد سيكون بسهولة وبوضوح. حادثتي الكسوف والخسوف هي حوادث فلكية طبيعية ودورية تتكرر بالسنة الأرضية من مرتين إلى 7 مرات، ولا علاقة لنيبيرو بها، ورؤية القمر بشكل أحمر دموي ناتج عن تشتت الضوء الذي شرحناه من قبل حول الشمس والسماء الحمراء، فتشتت الضوء الطيفي المنعكس من سطح القمر نحو الأرض وتفاعله مع الغلاف الغازي للأرض، وكذلك إنفاد الأطوال الموجية الطويلة كالأحمر، فإنفاده نحو العين البصرية يعطينا هذا اللون، حتى أن القمر عند الغروب في بعض الأحيان يعطي ضوءا أحمر بالليل، وهذا أمر طبيعي كما قلنا. إن ما يشهده صدعي الأطلسي العملاق يرسم لنا بزلازله المتوسطة تلك التمزقات والاندفاعات واندفاع أحياده نحو الشرق والغرب، وبالتالي زيادة في الضغط على الصفائح القارية الطافية. نلاحظ الآن منذ أيام كثرة الزلازل حول القطبين الأرضيين، وهو أمر مفروغ منه بزيادة الميلان الجغرافي للكوكب ككل. لا نشعر به الآن بهذا الميلان إلا عن طريق الاضطرابات الزلزالية والتفريغات الطاقية التي تضرب النقاط الاحتكاكية الهشة بين الصدوع، وتؤدي إلى استمرارية في التبعات الزلزالية، لأن الطبقات الرسوبية فقدت تماسكها، وبالتالي صارت عرضة للاهتزاز الدائم. كما نرى هناك انزلاقات أرضية كثيرة حول العالم، انزلاقات أرضية وصخرية، هذا سببه تحرك الصفائح الكبرى للأرض وتفكك الروابط الجيولوجية. أما عن حدوث زلازل الميغا ريختر المنتظرة، فهو متعلق فقط بزيادة القرب الكتلي المناسب لنيبيرو نحو الأرض، ما بين الأرض ونيبيرو، ولن يتحقق هذا الأمر إلا بعد تجاوز نيبيرو لمدار المشتري واقترابها أكثر. لننتظر ونرى ونعاين الواقع، ولا نطلق توقعات خارجة عما نلمسه من حولنا من أحداث. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.